هذه طجة. أما مسألة تفرح يسوي بيضيطة هي مسألة تفصيل حسابات لا غير، لأن المشكلة اللي كان عندي على الجامعة والاستقالة ديالي الأمور اللي كنت عليها في الجامعة هي اللي خلات تفصيل بيضيطة ماشي بالفرح يغير من الأقوى ديالو. لأن في الليلة ديال الجامعة العام تكلمنا على تكلمنا أنا وياه على التصويت بالأغلبية المطلقة، كذلك الرجوع ديال البرشيد مع إحدى المنخرطين اللي هو كي معايا الآن، تكلمنا على أن الأجواء كانت شوية مشحونة ولكن الحمد لله شفتي في بوايما الأغلبية. ولكن السؤال كيفاش في البيبي يغير صريحات دياله؟ واش تلقى اتصالات؟ وأنا أكيد ومتأكد أنه تلقى اتصالات وتلقى تعليمات، ولكن كنبغي نقول لهم الناس اللي كتحاول ديرها الشوشرة والزلزلة إنما راه عندهم يصور إنك الشيخاوية